عن جد استحليت شي مرة ما تتدخل وتنزالي كل شي. هالمرة جني تع حالة. شو الدنيا سايبة؟ بيخلي القصة بيناتنا، أنا بصطفل فيها. وشو في بعد ما بقيت؟ في كتير أشياء. فيك تروق؟ شو قصصك الغرامية؟ ليه مين سئلين عنك بالأساس؟ شوف، يا بدك تمشي مثل ما أنا بدي، يا بفتحك شقفتين. مش رح بسمح بعد على الأمر لحدا يلوي لي إيدي، لا أنت ولا غيرك، وأكيد مش وحدي مثل جيهان. حاولنا نعرفك على سامية، بنت عيلة ومحترمة، بتروح بتزعلها؟ عم بعملك مسؤول، وبعدك لهلا مش عم تعرف تتصرف ابدا. نسخة طبل اصل عن امك. عندك شي محل تخفيني؟ خير، شو عملتي؟ ماشي، لحقونا، تكيت له رجاله. والله لا يعطيك عافية. لك وحدة خاوتة مجنونة، ما بتفك لها بعد من مخارك انت. يخرب بيتك شو بتحكي. كروح انا ابري لبرا. لك طلعي من وجهي، وحدة بلا اخلاق بلا تربية، ما وقت تحكي معي. سامعة شو عامل لي؟ هاي جهان كيفك؟ إلا شو؟ وينو سعيد؟ سعيد هلا بيجي. مين؟ كيوا من داخلي، افتحي لنا اعملي معروف. خير ان شاء الله، شو في؟ مدام افتحي شوي، بدنا نحكي. طب لحظة تحط شي علي. ترك شو؟ شوفي جيهان نصر موجودة؟ ليش شوفي؟ العيد بده اياه، بدنا ننزلها معنا على المخفر. بس هلا حرام بعدها نايمة، بنزلك اياها بعد شوي. يا مدام كلامي واضح، العيد بده اياه وهلا. بونسوار حضرة العيد. أنت جيهان نصر؟ ايه انا جيهان نصر. شو؟ شكله نبضك قوين بعد ما قوصتي على العالم. بس يا حضرة العقيد. فوت! سيدنا هذا ما عم يتعلم، بعده عم يسرق، وهالمرة سارق قنينة غاز. تعلانه ليه؟ لا وحياتك سيدنا، خلص اخر مرة. خلص وحياتك اخر مرة. خلص! وقف منيح! ما بدك تفهم انت، ما بتفهم؟ ردوا قنينة الغاز، اعملوا محضر فيه سوقوا للنيابة العامة. أمرك سيدنا. سيدنا قريب. سمحت لك تعالي شي؟ حضرة العقيد أنا ما خصني، هن كانوا لحقيني دفاعاً عن النفس. سمير! يا سمير! نعم سيدنا. خدها زتها بالنظارة يلا. يا أمرك. انتبه، هاي مش كلجية. قربي معي. شو؟ من رفعت. ترمي حالك، نحن القانون. ستنا نحن مضطرين نخليها موقوفة حتى نحكي المدعي العام. حضرة العقيد الإكرامية موجودة، فيش طريقة تتدبر يا مدام؟ في
في دولة وفي قانون، في سلاح غير مشروع وإطلاق نار وجريمة قتل. طب بليز خليني سلمها ما نشفها فانيليتا، لأنه هيك اليوم بتتحمم وتشيبها وشرشفها، لأنه ما فيها تنام إذا ما كانوا نضاف. عربي مثل ما كنت عم بقول لك يا سليم، انا ما حدا بغبر عن سربيتي. هلا ما اختلفنا، بس لازم نعمل لهم شيء عن قريب والا ببطلوا يقعدوا يوثقوا فينا انه شيء منه. خلصنا بقى، كلنا بنعرف هالبلد كيف عم بيمشي. بكره بنزفت لنا كم طريق، بنفتح لنا مكتب مساعدات، بنرشرش لهم شويه رز، بسدوا بوزهم بلا مترو بلا بلوط. وبعدين مش كل شيء مثل ما بدهن وعزوقهم. أنا بدي ارتاح آخر عمري. شوف طلال كيف ماشي وكيف عم بيشتغل، يعني حرام أنا ألحس صبعي. اليوم خسرنا قائد عظيم، إنسان عزيز علينا. في ناس فكرهم يوقفوا تقدم هالوطن لأنه كان بده هالبلد يتقدم، بلد مؤمن بالقضية. هجموا كتير وحاولوا يكذبوا ويشككوا بحبه لهالبلد، بس هو قدم لإله اعظم تضحيه. بدي يعرف شي هالعدو، انه نحن الشعب ما مننهز، ونحن الشعب ما منستسلم. قراراته بدها تضلها لقدام، والرفض لاي رجع لورا. نحن منعرف من الجهه المسؤوله، مش حنتراجع، وبوعدكن انه مكفيين. بيعنا بنحكي البلا طعمه. نعم، نحن منعرف مين بده الخراب لهيدي الامه العظيمه. بتمنى عليكم تعذرونا عن اجابه اي اسئله لسرية التحقيق. شكرا. تاني مره خليك تبدي نص مثل العالم والناس، كانه كنزه من شريك رمزي يا زلمه. حضروا لي السيارات.
شو بعد بدي؟ بس هلا رفعت بيك مات، فمن هلا ورايح تعمل اللي انا بقول لك عليه.